تحذير: هذه الحلقة ربما ستستفزك جدا. في مباراة بين ألمانيا ودولة أخرى، دخل فريق ألمانيا الملعب، وفي أثناء صورة جماعية لهم قام اللاعبين بوضع أيديهم على أفواههم كإشارة على أن الدولة التي يلعبون في أرضها الآن لا تحترم حقوق الإنسان. فاستغربت قطر وقالت: ما دليلكم؟ فقالت ألمانيا باستياء: اقرأوا صحيفة الجارديان البريطانية التي كتبت فيكم مقال كامل تحت عنوان وفاة 6500 عامل في قطر منذ منحها استضافة كأس العالم. وبالفعل دخلت قطر وقرأت المقال لتكتشف أن الصحيفة البريطانية لم تثبت في مقالها أن هناك عمال ماتوا بسبب ظروف العمل الصعبة للمونديال، وأن هذا مجرد عنوان جذاب ليسيء لسمعة قطر. ليس إلا ألمانيا هنا أحرجت قليلا، وقبل أن يتضح ذلك على ملامحها دخل على النقاش بسرعة منظمة العفو الدولية، فقالت بصوت صارم: نعم، قطر انتهكت حقوق الإنسان. فساد الصمت في القاعة وبدت ملامح الفرع على وجوه الألمانيين، وقطر لوحدها هنا. ثم أكملت منظمة العفو الدولية بتقرير مفصل جاء فيه أنه من عام 2011 إلى عام 2021، يعني في الفترة التي كانت قطر تنظم وتحضر لكأس العالم، مات أكثر من 15,000 عامل أجنبي في قطر أثناء التحضيرات. هنا ابتسمت قطر وقالت بصوت راكز: هذه الإحصائيات نحن من نشرناها أساسا. نعم، مات 15,000 عامل، ولكن ليس من العمال الموجودين في التحضيرات لكأس العالم فقط، بل من كل العاملين المهاجرين في قطر، من الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم، وماتوا في ظروف عمل عادية وليس في حالة ضغط. نحن في قطر تشكل نسبة الأجانب لدينا 88% من شعبنا، فعندما يموت 15,000 شخص أجنبي خلال 10 سنوات في دولة تشكل نسبة الأجانب فيها 88%، هذا رقم متدني جدا مقارنة بعدد الوفيات من الأجانب في بلادكم، إضافة إلى أن الوفيات كانت في ظروف عمل طبيعية. ألمانيا هنا لم يعجبها الكلام وقالت: حتى لو ما كان يجب علينا أن نعطيكم حق تنظيم كأس العالم. هذا الكلام جاء على لسان أحد وزرائها. وبعدها أغلب الدول الأوروبية ضمت صوتها إلى صوت ألمانيا وبريطانيا، آخرهم كان فرنسا التي أخذت الموضوع بشكل أكبر، فخرج فيها مظاهرات للحقوقيين بين قوسين، ومنعت بث مباريات كأس العالم في المدن الكبرى، وقامت 7 مدن فرنسية بمقاطعة المونديال بحجة عدم احترام قطر لحقوق الإنسان. الغريب أن هذه الدول الأوروبية هي أكثر من تنتهك حقوق الإنسان وأكثر الدول التي كانت تدافع وما زالت عن حقوق الشواذ. هذا الترابط أريد منك أن تبقيه في عقلك. طبعا استاء العرب والمسلمون من هذا التعامل ومن ازدواجية المعايير. مثلا غرد الدكتور القطري نايف النهار وقال: متى يفهم الغربيون أن قيمهم ليست عالمية؟ يعني بمعنى آخر، متى سيفهمون أن قيمهم لا تمثلنا نحن المسلمين، سواء في الدفاع عن الشذوذ أو قتلهم للأطفال من خلال الإجهاض أو تفضيلهم للعرق الأبيض والعنصرية، ووصولا إلى ازدواجية المعايير في حقوق الإنسان. فرد عليه الأمريكي هذا بتغريدة على تويتر بنبرة الرجل الأبيض الغربي الاستعلائية وقال: أنا أفهم أن قيمي ليست عالمية، ولكنني أعتقد أن قيمي أعلى من قيمك. هم ينظرون إليك بنظرة مستعلية ويعاملون قيمك ودينك بأنها دنية، وأن قيمهم وحي معصوم من الخطأ لأنها ترضي أهواءهم وغرائزهم الحيوانية. لدرجة في مباراة السعودية والأرجنتين الصحف الغربية كتبت: رعاة الأبل لا يستحقون الفوز على الأرجنتين، ما وراء كواليس حقوق البني آدمين. قبل كل شيء يجب أن تعرف أن الغرب الذي يدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان هو أكثر من انتهكها على مر الزمان. خذ عندك مثلا فرنسا، عدد الدول التي قامت باحتلالها وصل إلى أكثر من 32 دولة على مر التاريخ. يقول النقيب لافاي الذي كان يخدم في الجيش الفرنسي أثناء احتلاله للجزائر: لقد أحرقنا قرى وقبائل كاملة، ولم يتراجع جنودنا أمام قتل العجائز والنساء والأطفال. إن أكثر الأعمال وحشية هو أن النساء يقتلن بعد أن يغتصبن، وكان هؤلاء العرب لا يملكون شيئا يدافعون به عن أنفسهم. وصل عدد الشهداء بسبب الاحتلال الفرنسي في الجزائر فقط إلى 1.5 مليون شهيد، والأمر لم يتوقف فقط على قتلهم، بل كان يصل إلى استخدام جثثهم حتى بعد موتهم. يقول مسؤول مؤرخ جزائري: بعد ارتكاب فرنسا لمجازرها بالجزائر، حولت الكثير من عظام الجزائريين الذين تم قتلهم إلى فرنسا لاستخدامها في صناعة الصابون وتصفية السكر. فبأي وجه يأتي هؤلاء ويعطونا محاضرات في حقوق الإنسان، ويأتي الفريق ويضع يده على فمه؟ أي تخلف هذا؟ والغريب أن هناك من يصدقهم من العرب أنهم بالفعل يدافعون عن حقوق الإنسان. وقبل أن يأتي شخص رأسه مربع ويقول هذا الكلام كان قبل مئات السنين، العالم الآن تغير. دعني أخبرك أن هؤلاء الذين خرجوا في المظاهرات في فرنسا للدفاع عن حقوق الإنسان ضد قطر هم أنفسهم الذين يذهبون لشرب القهوة في متحف الجماجم في فرنسا. نعم، متحف كامل يوجد به أكثر من 18,000 جمجمة للثوار الجزائريين الذين قامت فرنسا بقتلهم ثم إرسال جماجمهم إلى فرنسا بعد أن قطعت. بل وصل بهم الأمر إلى
إلى تسمية هذا المتحف بمتحف الإنسان، تخيل، بل ويتفاخرون به وبتاريخهم المبني على انتهاك لحقوق الإنسان، بل وانتهاكهم لأكثر حق وهو حق الحياة. أيضا ألمانيا التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان في بداية القرن العشرين كانت ترسل عظام وجماجم من أبادتهم إلى الأوروبيين لتثبت أن العرق الأوروبي الأبيض يتفوق على باقي الأعراق. وفي عام 2018 قامت بإعادة هذه العظام والجواجم إلى السكان الأصليين في ناميبيا. ولا داعي لأن نذكر كل دولة أوروبية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان سواء قديما أو حديثا، يمكنك أن تبحث بنفسك. قد تسأل ذلك السؤال الجوهري، إذا لم تكن القضية هي الدفاع عن حقوق الإنسان بالنسبة للغرب، فلماذا كل هذا الهجوم على قطر أو على العرب والمسلمين بشكل عام؟ أول سبب شرحناه في هذه الحلقة وهو عدم قبولنا لأخلاقهم، ابتداء من تشويه فطرة الإنسان أي الشذوذ والعياذ بالله، ثم خذ عندك مستنقع أخلاقهم، الإجهاض وقتل الروح في رحم أمهاتهم، سنويا يقومون بقتل 70 مليون روح من خلال قوانين السماح بالإجهاض لديهم، أو قانون الطفل وإخصائهم للأطفال وتحويلهم جنسيا من ذكر لأنثى من أنثى لذكر وفق قانون الطفل الذي تكلمنا عنها أيضا في هذه الحلقة، ولا تنسى حمل الرجال والتحول الجنسي واحتلال الدول ونهب ثرواتها والكثير الكثير الكثير. بالفعل كما قال صاحبنا في تغريدته، متى يفهم الغربيون أن قيمهم ليست عالمية ولا تمثلنا؟ الغريب أنهم يدافعون عن قضايا خاسرة، الشذوذ مثلا انتهى بكرت أصفر في كأس العالم، كل اللاعبين الذين كانوا يهددون برفع شارة الشواذ في المباريات بعد قرار الفيفا بإعطاء كرت أصفر لكل لاعب يقوم برفع هذه الشارة لم يجرؤ أحد على ارتدائها، مجرد كرت أصفر أخافهم وتخلوا عن تلك القضية النجسة ويريدون بكل بجاحة أن نقبل هذه القضية الخبيثة كمسلمين. أي بجاحة هذه؟ ثم تأتي إلى أرضنا وتضع يدك على فمك وتتهمنا بانتهاك حقوق الإنسان ونسيت تاريخك الدموي؟ والمضحك أن ألمانيا بعد 90 دقيقة تخسر في مباراتها أمام اليابان، وكأن القدر يخبرك بمدى خسارة قضيتهم. بل والمضحك أكثر أن المنتخبات التي كانت تهدد برفع شارة الشواذ تخسر من مقابل أفريقيا لا توازيها في القوى الرياضية. أما السبب الثاني لهذا الهجوم على العرب والمسلمين بشكل عام هو أنهم يرون أنفسهم أفضل منا، بل وأفضل من كل الأجناس والأعراق الأخرى. طبعا والحقيقة العكس. دعني أخبرك أمر ربما تناسيته في الفترة الماضية، أنت بمرجعيتك الإسلامية أفضل من كل الناس في أوروبا، وهذا ليس من باب العنصرية أو نشر الكراهية لا قدر الله، بل هو من باب توضيح الواضحات والمسلمات الإنسانية، ومن باب إزالة عقدة النقص التي لحقتك بسبب الغرب. هم من كان وما زال تاريخهم ملطخ بدماء الأبرياء وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان، وليس أنت الذي تاريخك مليء بالقسط والعدل على مر التاريخ حتى في تعاملاتك مع غير المسلمين. حقوق الإنسان أساسا محل شك عندما تسمعهم من الغرب، هم يدافعون عن الحقوق التي تكون على هوى مصالحهم لا على هوى حقوق الإنسان. وعلى الطرف الآخر أنت كشخص مسلم تجد أن كل حقوق الإنسان الذي يدعوا أنهم يدافعون عنها تتمثل في دينك. خذ عندك مثلا الحق في الحياة الذي لا يوجد دولة أوروبية إلا وانتهكتها على مر التاريخ. في الإسلام حياة الإنسان مكرمة محفوظة لا يسمح الاعتداء عليها، حتى في حالة الحرب لا يسمح لك الاعتداء على الشجر، فما بالك بالإنسان الكبير والمرأة والطفل. الحق في الكرامة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الحق في الحرية، جاء الإسلام فألغى نظام العبودية والرق الذي ما زال موجود بالمناسبة ولكن بصورة أجمل موجود الآن في المجتمعات الغربية من خلال استعباد المرأة ونشر الشذوذ وغيرها من الأفكار. الحق في التعليم وغيرها الكثير من الحقوق التي يطول الحديث فيها. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.